ورحب بكم أعزائي الطلاب بدرس جديد من دروس علم الأحياء والأرض للصف التاسع الإعدادي. للنباتات جمال خلابة، ونستفيد من أزهارها، من ثمارها، ومن أخشابها. تنقي الهواء من الغازات الضارة، فالنباتات تتكاثر للحفاظ على نوعها والاستمرار حياتها. لنتابع الفيديو الآتي. درسنا لليوم التكاثر لدى النباتات البذرية أو ما تسمى بالنباتات الزهرية. تضم النباتات البذرية مجموعتين أساسيتين، إحداها عاريات البذور والأخرى مغلفات البذور. لنأخذ مثال على عاريات البذور كما رأينا بالفيديو السابق، الصنوبر، حيث يتألف من حرشفة أو ما يسمى بالخباء المفتوح مع بذيرتان عاريتان. تشكل الحرشفة مع البذيرتان العاريتان الثمرة، بينما بمغلفات البذور نرى ثمار المشمش بداخلها بذرة مغلفة، لذلك دعيت بمغلفات البذور. لنتحدث كل منها على حدم. أولها عاريات البذور. من عاريات البذور نبات الصنوبر، منها نبات السرو، الأرز، والعرعر. من عاريات البذور نباتات بذرية زهرية، الخباء أو الحرشفة مفتوح والبذيرات عارية. ما يميز أشجار الصنوبر بأنها أشجار متخشبة ومعمرة. أوراقها يميزها بأنها إبرية دائمة الخضرة. تسمى عاريات البذور بالمخروطيات لاحتوائها على أعضاء التكاثر الذكرية والأنثوية، لذلك سميت بالمخروطيات. إذن أعضاء مذكرة وأعضاء مؤنثة. لنقارن ما بين المخروط المذكر والمخروط المؤنث من حيث اللون، والمخروط الفتي والمخروط الناضج. لنرى أن المخروط الفتي لونه أصفر، بينما بالمخروط الناضج لونه برتقالي. بالمقارنة مع المخروط المؤنث نرى أن المخروط الفتي لونه أخضر،
بينما عندما ينضج يصبح لونه بني داكن. بالنسبة للمواقع، أين يتوضع كل من المخارط المذكر والمؤنثة؟ نرى عند المخروط المذكر في قاعدة الفرع الفتي عبارة عن مجموعة من المخاريط المذكرة كما نراها، بينما بالمخاريط المؤنثة تتوضع في قمة الفرع الفتي مخروط مؤنث. لنقارن معا ما بين اللون، الحجم، ومكان التوضع لدى كل من المخروط المذكر والمخروط المؤنث. اللون فتي أصفر لدى المذكر، ناضج برتقالي، بينما بالمخروط المؤنث يصبح اللون الفتي أخضر والناضج بني داكن. الحجم، مخروط المذكر كما رأيناه بالصور السابقة صغير الحجم، بينما المخروط المؤنث كبير الحجم. مكان التوضع كما رأينا، المخروط المذكر في قاعدة الفرع الفتي، بينما المخروط المؤنث في قمة الفرع الفتي. ندرس كل من المخروط المؤنثة والمخاريط المذكرة على حدى. لنبدأ بالمخروط المذكر، هذه عبارة عن مجموعة من المخاريط المذكرة. نأخذ مقطع طولي ليبين لنا مكوناته. نرى أن يحوي على محور المخروط وهي بنية أساسية ترتكز عليه مجموعة من الحراشف. كل حرشفة تحوي على الوجه السفلي لها كيسين طلعيين، تحوي الأكياس الطلعية على حبات الطلع أو ما يسمى بالأعراس الذكرية. مجموع الحرشفة والكيس الطلعي يشكل لدي السودات. وأسفل المخروط نرى وجود وريقة صغيرة تدعى القنابة، بينما لدى المخروط المؤنث مقطع طولي لديه نجد وجود كما رأينا بالمخاريط المذكرة محور المخروط البنية الأساسية له، تتوضع عليه مجموعة من الحراشف. على الوجه العلوي لكل من الحراشف يوجد بذيرتان عاريتان، ووجود أسفل كل حرشفة قنابة. تشكل الحرشفة مع البذيرتان العاريتان مع القنابة زهرة مؤنثة. لنقارن ما بين المذكر والمؤنث لدى الصنوبر بالتشابه والاختلاف، تتشابه كل منها بوجود المحور وهو البنية الأساسية التي توضع عليها عدد كبير من الحراشف، بينما تختلف بوجود القنابة، حيث المخروط المذكر يتوضع في قاعدة المخروط الفتي، بينما في المخروط المؤنث تتوضع في قاعدة كل حرشفة. الاختلاف أيضا بتوضع الأعراس. على الوجه السفلي عند المخروط المذكر لكل حرشفة يوجد كيسين طلعيين يتشكل ضمنهما أعراس مذكرة أو ما تسمى بحبات الطلع، بينما تتوضع الأعراس لدى المخروط المؤنث على الوجه العلوي لكل حرشفة بذيرتان عاريتان يتشكل بداخلها الأعراس الأنثوية. كيف تتشكل شجرة الصنوبر أو عاريات البذور؟ لنتعرف على دورة الحياة لدى الصنوبر. إنه مخروط مذكر. المخروط عندها تتحرر الأكياس الطلعية الناضجة، عندها تتحرر حبة الطلع. المخروط المؤنث الذي يحوي على البذيرة. تتحد كل من العروس الذكرية صيغتها واحد نون مع العروس الأنثوية أيضا صيغتها الصبغية واحد نون لتشكل بيضة ملقحة. تنمو البيضة الملقحة لتشكل جنين صيغته الصبغية اثنين نون في البذرة، ينمو ليشكل ثمرة الصنوبر، ومن ثم يعطي نبات فتي صيغته الصبغية اثنين نون، ومن ثم يكبر هذا النبات الفتي ليعطينا من جديد شجرة الصنوبر.
نستفاد من عاريات البذور من خلال صناعة الأخشاب، أوراق الطباعة لبذورها فائدة كبيرة من خلال تقوية الجهاز المناعي وتنشيط الدورة الدموية، لزيوتها أيضا فائدة كبيرة باستخدامها لالتهاب المسالك البولية ومدر للبول، ينشط الدورة الدموية في الدماغ، تطهير الجلد والتخلص من الدمامل والجروح، أعزائي المشاهدين تابعوا معي الفيديو الآتي. إن أزهار لمغلفات البذور كما رأينا، فلمغلفات البذور مبيض مغلق مؤلف من خباء أو عدة أخبية وبداخلها البذيرات. لنرى زهرة عند مغلفات البذور، مقطع طولي لديها لنرى ماذا تتألف. إنها زهرة من فرعين تتوضع على الساق بوجود عنق الزهرة، تتضخم في الأعلى لتشكل كرسي الزهرة، وجود السبلة أو السبلات، بتلة، الألوان لدى الأزهار، هذا ما نراه بالخيط والمئبر. إن وجود المئبر والخيط يشكل العضو المذكر وهو السودات. نرى المبيض المتضخم مع القلم، وفي القمة الميسم. إن اجتماع الميسم مع القلم مع المبيض يشكل لدي ما يسمى بالمضقة، وهو عضو التكاثر الأنثوي. لندرس كل من العضو التكاثر الذكري والعضو التكاثر الأنثوي. لنبدأ بالعضو التكاثر الذكري، كما نرى جزء من الزهرة. إنها السودات كما رأينا سابقا بأنها مؤلفة من خيط ومئبر. يحوي المئبر على مجموعة من حبات الطلع، حب الطلع ناضجة صيغته الصبغية 1 نون. لنرى من ماذا تتألف. من الخارج غلاف متقشر خارجي، تليها غلاف سيليلوزي داخلي، ومن ثم خلية إعاشية تحوي الخلية الإعاشية على نواة الخلية الإعاشية، ويوجد خلية مولدة صيغتها الصبغية 1 نون. بينما عضو التكاثر الأنثوي نرى أنه يتكون من المدقة كما ذكرنا سابقا بأنها تتألف من ميسم في الأعلى، وفي الوسط القلم، والمبيض الذي يحوي على مجموعة من الأخبية، خباء أو مجموعة من الأخبية تحوي على البذيرات. بداخل كل بذيرة نرى وجود كيس رشيمي. ما هو الكيس الرشيمي؟ من ماذا يتكون؟ لنرى معا. إنه يتكون في الوسط من نواتا الكيس الرشيمي، بالإضافة إلى وجود عروس أنثوية في الأعلى، وفي جانبيها وجود خليتان مساعدتان. أما في الجهة السفلى المقابلة 3 خلايا قطبية. رأينا في الفيديو السابق وجود الأزهار، لكن كيف تشكلت هذه الأزهار؟ لنرى معا دورة حياة هذه الأزهار. نبات زهري، إنها زهرة. هذه الزهرة تنتقل منها حبات الطلع بعملية التأبير
عن طريق الحشرات أو عن طريق الرياح أو عن طريق المياه إلى ميسم زهرة أخرى، فيتم عندي عملية الإنتاج بتشكيل كما نرى أنبوب طلعي يصل إلى قوة البذيرة، يتم عندها عملية الإلقاح. عندها يتم عملية عند الوصول إلى القوة يتم عندها انقسام خيطي للخلية المولدة، فتتشكل عروسين ذكريين. العروس الذكرية الأولى تتحد مع العروس الأنثوية، عندها يتشكل بيضة ملقحة. هذه البيضة الملقحة تنمو لتشكل الرشيم وهو جنين نباتي، بينما العروس الذكرية الثانية فإنها تتحد مع نواة ثانوية. نتجت هذه النواة الثانوية كما نرى من اتحاد نواتا الكيس الرشيمي، تعطي باتحاد العروسة الذكرية الثانوية مع النواة الثانوية بيضة إضافية. هذه البيضة الإضافية تنمو لتشكل السويداء وهو نسيج مغذي. هذا يسمى بالإخصاب المضاعف. بعد عملية الإخصاب المضاعف نرى أنها تنمو لتشكل جنينا في البذرة. ينمو هذا الجنين مشكلا، تنتج هذه البذور فينمو مشكلا نباتا زهري. أعزائي الطلاب، دعونا نتابع الفيديو الآتي. من خلال دورة الحياة كما شرحناها سابقا وجود مرحلة إنتاج البذور، ورأينا بالفيديو السابق إنتاج البذور. ما هي إنتاج البذور؟ هي عبارة عن مجموعة من المظاهر التي يتم فيها انتقال الرشيم من حالة الحياة البطيئة داخل البذرة إلى مرحلة الحياة النشطة في الظروف المناسبة. من أين يحصل الرشيم على الغذاء الضروري للإنتاج؟ نعم، إنها من المدخرات الغذائية في البذرة. لنأخذ فلقة من نبات الفاصولياء، نرى وجود الجذير، السويقة، البريعم.
نرى نمو للجزيئر حيث يتشكل الجزر، بينما السويقة تنمو مشكلة الساق. أما البريعم فإنه ينمو ليعطي الأوراق. من مغلفات البذور نبات الياسمين له فائدة في علاج اضطرابات الجهاز الهضمي وقرحة المعدة. انتشرت أزهار الياسمين في العاصمة دمشق فأعطاها سحرا فريدا، إنها العاصمة دمشق. أعزائي الطلاب، انتهى درسنا لليوم، أرجو الفائدة، دمتم بخير.